إن الجزائر تعي جيداً أهمية الأمن السيبراني الذي أضحى ضرورة حتمية من أجل مواجهة كل أشكال المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأنظمة الحساسة والحيوية للدولة بمنطق استباقي. ومن أجل التصدي لهذه التهديدات فإنه من الضروري التحلي باليقظة وتضافر الجهود كل الأطراف المعنية مدنية وعسكرية، والسهر على تشارك الوسائل التقنية المستعملة، هذا فضلاً عن الاعتماد على الكفاءات الجزائرية المتواجدة داخل الوطن وخارجه، مع العمل على التحكم في مختلف مستويات الفضاء السيبراني من بنية تحتية وبرمجيات ومحتوى وطني بمنطق سيادي ورؤية استراتيجية طويلة المدى.